لا شك أخي أمين، يعني إنه الحديث هون يدور عن لفتة طيبة ومهمة جدا من رئيس الاتحاد وهو الأخ مصطفى أبو ريا لجميع الموظفين وجميع المسؤولين في هذا الاتحاد. هذا الشيء هو مهم جدا، أولا طبعا دينيا، وثانيا أكثر يعني لكي تتقارب القلوب في مثل هذه الأيام، ولكي يدور الحديث بشكل عام من قبل الموظفين حول ما يجري هذه الأيام والتسهيلات التي يقوم به الاتحاد بشأن بمناسبة شهر رمضان للمواطنين وللسكان. نعم، يعني لا يخفى على أحد أنه منذ بدء العمل في سلطة المياه، نعم، يعني هناك الكثير من الحديث يدور، وهناك حتى في بلدة عرابي صدرت مناشير واللجنة الشعبية حول قضية التصدي لقضية سلطة المياه. أولا أخي أمين، أنا في السؤال يعني لا شك هنالك إيجابيات وهنالك أيضا يمكن القول بسلبيات، ولكن لنفحص هل الإيجابيات أكثر من السلبيات بالنسبة للاتحاد؟ أعتقد ذلك أنا. اليوم نحن في اتحادات مياه في الوسط العربي، هذه الاتحادات تعمل من أجل المواطن ولكي تسير أمور المواطن بشكل كامل. يعني كنا نسمع في الماضي عن الكثير من قطاع المياه من قبل ميكروت بسبب الديون المتراكمة، وحتى في شهر رمضان المبارك يعني كانت شركة ميكروت بسبب هذه الديون تقطع الماء عن الكثير من المدن، هذا الأسبوع في عرابي وذلك في سخنين وإلى آخره، إضافة إلى المشاريع، يعني مشاريع البنية التحتية التي يقوم بها الاتحاد. المشكلة الأساسية أنا معك يا أخ أمين تتعلق بأسعار المياه. أسعار المياه لا علاقة لاتحاد المياه بهذا الموضوع، وأنا ذكرت ذلك في السابق. أسعار المياه حددت من قبل سلطة المياه المتمثلة أو الممثلة من قبل الحكومة. نحن بصدد جميع هذه الأمور وتقييم هذه الأمور. يعني هذه الخطوة جاءت ليس بسبب إقامة الاتحاد، وإنما جاءت لكي نصل مرحلة معينة من التوفير ولحل مشكلة أزمة المياه. ربما في المستقبل تتغير الأمور، ولكن أعتقد بأن إيجابيات الاتحاد هذه الأيام هي كثيرة والكثير من المواطنين. المشكلة الأساسية في السلطات المحلية، أنا أحترم جميع رؤساء السلطات المحلية، ولكن لا شك بأن يعني زي السحب مثل ما نقول، أو أخذان شريحة كبيرة من الميزانية تتعلق بالمياه والبنية التحتية من السلطات المحلية. لا شك بأن هذا هو العامل الأساسي الذي يعني يركز عليه رؤساء السلطات، ولكن اليوم أخي أمين أعتقد بأن الكثير من رؤساء السلطات المحلية راضون عن عمل الاتحاد وداعمون لهذه الاتحادات المستقبلية. شكرا لك. مياه الجليل بحضة لدعم من رؤساء المجالس الأعضاء في مياه الجليل اللي هن سبع رؤساء مجالس، كمان اتحاد المياه بحضة لدعم من مجلس الإدارة ومن جميع السلطات المحلية. وحتى الآن يعني ما فيش إشي واضح صحيح، بس إنه الدعم موجود والاتحاد رح يكمل مثل ما هو بدون مشاكل. نعم، يعني شو أهم الصعوبات اللي أنتم تواجهوها فعلا، بما أنه الإشي حديث العهد، الصعوبات اللي تلاقوها مع الجمهور والتعامل مع الجمهور؟ طبعا أكبر صعوبة بنواجهها إحنا هي ارتفاع أسعار المياه. الناس عادة ما بتربط ارتفاع الأسعار بولادة الاتحاد ووجوده، نعم، بس أنا بحب أكد للناس بهاي الفرصة إنه إحنا كاتحاد المياه ما في عنا صلاحيات على أسعار المياه. الأسعار هي بتقررها الحكومة بقرارات حكومة. يا حبذا لو إنه الأسعار تنخفض وبما فيه لمصلحة المواطن، إحنا لو كان عنا سلطة على أسعار المياه أكيد كنا رح نتدخل، بس للأسف هذا بقرار حكومة وإحنا بنشتغل بما فيه لمصلحة المواطنين وخدمتهم. نعم، يعني في عملك أنت كسيدة في هذا المنصب قديش عم بعطي زخمة، قديش بعطي الإشي رياح للناس، للناس تعملوا مع السلطة؟ بغض النظر إذا كنت امرأة أو رجل، كل مواطن هدف عنا، إحنا أذن صاغية لطلبات المواطنين وطلباتهم إذا بالإمكان يعني إنها تجاب رح تجاب. كل مواطن بعاني من مشكلة نطلب منه أن يتوجه لإلنا، ويكون احنا رح نكون اذن صاغيه وعند حسن ظنه، واللي بامكاننا نقدمه رح نقدمه اكيد. نعم، بسعدنا بوجود الورود كلياتها معنا، بسعدنا وجودكم كلياتنا، نكون مع بعض في لقاء
أخوي، لقاء محبة في شهر مبارك، شهر فضيل. نتمنى هاي اللقاءات تستمر. إلنا هدف بالأساس نشوف بعضنا البعض، نتعرف على بعضنا ونكون قراب لبعض أكثر، حتى نبني أسرة مياه الجليل اللي تخدم المواطنين في بلاد مياه الجليل على أحسن وجه إن شاء الله. معانا هنا إخواننا الراح عمر نصار، ممثلين عن رؤساء السلطات المحلية، عمر نصار معنا، الأخ كايد باهر مدير لقسم العلاقات العامة في الدائرة العربية لسلطة المياه، من مجلس الإدارة معنا رئيسة مجلس الإدارة إيمان عابد، والأخ أبو شادي راجح بدران، وطاقم الموظفين الموجودين معنا. خزن حمي كمل الشرق هادي بالتالي كانت عروس صبي. خزن المحامي خزن دغش جدير بالذكر، أهلا وسهلا بك. فإحنا لقاءنا اليوم منشان نأكد إنه إحنا أسرة واحدة، رحين نلتقي إن شاء الله للمستقبل، مش بس مناسبات اجتماعية، مناسبات عملية مهنية نحتفل فيها بإنجازاتنا. نتمنى المشاريع اللي مباشرين فيها نقدر نكملها بأفضل ما يمكن، نقدر نتجاوب مع طلبات مجتمعنا وبلادنا اللي بحاجة، يعني بلادنا عطشانة لمياه الجليل، عطشان لتطوير مياه الجليل المطلوب من عندنا إن شاء الله نقدمه. نتمنى مع بعض، مش مصطفى أبو ريا ولا إيمان عابد ولا أستاذ كايد، إنما كلياتنا مع بعض بدنا نتعاون من أجل نطور الخدمات بالشكل المناسب لأهلنا. نتمنى ربنا يوفقنا ونقدر نقدم هذا الشيء. المناسبة هي مناسبة تقارب وتوطيد علاقات أكثر بين جميع الموظفين، وأيضا توجيه رسالة معينة ومهمة جدا لكل مواطن يضم هذا الاتحاد. اتحاد مياه سخنين، أنا أواكب مياه جليل، مياه جليل حسب، أنا أواكب هذا الاتحاد منذ إقامته، ونعمل سوية مع أبو مصطفى والأخ إيمان ورؤساء المجالس من أجل دعم هذا الاتحاد. هذا الاتحاد في بداية طريقه، لا شك بأن هنالك إيجابيات وسلبيات لكل اتحاد أقيم في هذه المنطقة. أعتقد بأن الإيجابيات للاتحاد أكثر من السلبيات اللي هي قد لا تعتبر ولا يمكن الحديث عنها لسببين. اتحاد المياه اليوم هو الأساس بالنسبة لشيئين. الشيء الأول هو تحسين البنية التحتية، اللي أعتقد بأنها كانت تنقص، ولا أقول أن معدومي احترامي لكل رؤساء المجالس طبعا اشتغلوا وعملوا، ولكن المشاريع الموجودة حاليا في اتحادات المياه هي كثيرة، ولا شك أنه اتحاد مياه الجليل هو يعني في أولويات هذا الأمر لتحسين البنية التحتية. شيء ثاني يا أخوان، يعني عادة قبل إقامة الاتحادات كنا نسمع عن شيء واحد، يعني كل أسبوع كنا نسمع أنه المي بتنقطي عن عرابي، عن سجور، عن سخنين كل أسبوع بسبب الديون اللي تراكمت على ميكروت. حتى في شهر رمضان يعني أو في الأعياد كانوا يقطعوا المي. اليوم أصبحت هذا الشيء أصبح في خبر كان غير موجود حاليا. اتحاد المياه يعمل على تنظيم شبكة المياه وأيضا على جباية، ولهذا السبب علينا كمواطنين أن نتعاون من أجل إنجاح هذا الشيء ومن أجل إنجاح الاتحاد. المشكلة الأساسية، أنا مواطن وقلبي مع المواطن، مشكلة أسعار المياه. اتحاد المياه أخوان ليس له أي علاقة بأسعار المياه. أسعار المياه تم تنظيمها أو تم رفعها من قبل الحكومة وسلطة المياه لأسباب. السبب الأول أعتقد بسبب أزمة المياه الموجودة، والسبب الثاني أيضا لكي نفرض الوعي الموجود، والموجود يعني موجود عندنا الحمد لله عند المواطنين، من أجل توفير المياه. المياه هي الحياة والمياه هي كل شيء لنا. إذا نقصنا المياه وصلنا لمرحلة إنه لا سمح الله المياه مش موجودة في حنفياتنا زي ما موجودة في الدول المجاورة، يعني أعطيكم سبيل مثال الأردن، لأن كل أسبوع الأحياء في الأردن تيجي 4-5 ساعات، يمكن توصل ما تصلش في عدة مناطق أخرى وفي عدة دول. ممنوع نوصل هاي المرحلة.
من أجل أجيالنا القادمة علينا أن نصل إلى مرحلة نعي في كيفية استهلاك المياه وتوفير المياه. أنا أعتقد بأن اتحاد مياه الجليل في طريق سليم وصحيح. علينا أن ندعم هذا الاتحاد، أن نقوي هذا الاتحاد، وأن نصبح مثل لجميع المواطنين والوسط العربي وحتى مواطنين دولة بشكل عام. مرة أخرى كل عام وانتم بخير للجميع. أشكر أبو إبراهيم، أخت إيمان، رؤساء المجالس، الممثلين، أعضاء مجلس الإدارة، الأخ راجح هون موجود، والجميع كل عام وانتم بخير وإلى الأمام. يكمل يعمل شغله من المحل اللي هو موجود فيه، ويعطيكم العافية الجميع وكل سنة وانتم سالمين.